على أي الأحوال. والأعيان الثابتة في اصطلاح العارف من الممتنعات. ما معنى أن الأعيان الثابتة والماهيات ما شمت رائحة الوجود قط؟ هذه الجملة كثيرا تسمعونها في الفلسفة والعرفان، يقولون أن الأعيان الثابتة ما شمت ولن تشم رائحة الوجود، والحق معهم. والحكماء أيضا يقولون الماهيات ما شمت ولن تشم رائحة الوجود ماذا؟ قط. الجواب نعم، الأعيان الثابتة بما هي أعيان ثابتة لا تخرج إلى عالم الفيض المقدس، وإنما الذي يخرج هو مظهرها لا ذاتها. فهي ماذا؟ فهي على ما هي عليه، وبعبارة أخرى عندما تكون موجودة يكون على نحو التجافي، وعلى نحو التجلي، على نحو التجلي. نعم، إذا كان على نحو التجافي فالأعيان الثابتة تكون ماذا؟ ظاهرة. يعني يكون الفيض الأقدس ينزل بنحو التجافي، يكون ماذا؟ هو الفيض المقدس. هذا معناه شمت رائحة الوجود، شمت رائحة المظهرية والماهيات أيضا كذلك. إذن هذه النقطة التفتوا إليها، لا تقولوا كيف من جهة تنفون أن الأعيان الثابتة كذا ومن جهة أخرى تقولون أن لها مظاهر. الجواب مقصودهم أن ما في ذهني هنا عندما أكتبه على الورق هذا شم رائحة الوجود، مظهره شم رائحة الوجود، لا هذا باق، هذا الذي في ذهني نزل أو لم ينزل، هذا باق على حاله لا يزول أبدا من موطنه، أبدا هو على ما هو عليه. نعم، هذا الذي كان في ذهني صار ماذا؟ صار له مظهر بحسب الوجود اللفظي أو بحسب الوجود الكتبي. إذن مو هذا الذي شم رائحة الوجود، بل مظهره في الخارج بحسب التجلي له مظهر وله وجود. هذه العبارة التفتوا إليها جيدا، لأنه في العام الأغلب مولانا هذا الطالب هم تينا في العام الأغلب، في العام هسه ما أقول دائما في العام الأغلب يعبروها العبرة ما يشرحوا لها، هو هم تبقى يكررها ولكن مع نفسه عنده شك، يعني شنو أنه ما شمت رائحة الوجود، الماهيات ما شمت رائحة الوجود، شو ما شمت؟ وفي النتيجة الإنسان موجود في الخارج، لماذا ما شمت ولن تشمه؟ يعني أنا مو موجود؟ يقول لا أنت موجود، ولكن أنت ماذا؟ تنزل ذلك بنحو التجلي، مو أنت نفس ذاك، وإلا لو كنت نفس ذاك إذن علمه ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب إلى جهل، هذا بنحو التجلي لا بنحو التجافي.